علشان وقتنا ونستفيد بيه هنبتدي نصلي والناس بقى تيجي براحتها اللي عاوز يجي يعمل يعني كده اهلا بيه. تقدروا نصلي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله ربنا والهاب الخالص يسوع المسيح لانه سترنا وعنا وخلصنا قدرته اشفق علينا عطرنا اتاني من هذه الساعه هو ايضا من نسال الخصم في هذا اليوم المقدس بكل سلام اعطت لكل الرب الاله ايها الساده الرب الاله الضارب لكل الاب ربنا والهاب الخالص يسوع نشكرك يا رب على كل حال وعلى كل حال وفي كل حال لانك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا أشفقت علينا وقدرتنا وأتيت بنا لهذه الساعة من أجل هذا نسأل الله من صلاحك يا محب البشر إمنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامة مع ثوب كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان ننزحها يا رب عنا وعن سائر شعبك وعن موعدك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فرصنيات ولا تدخلنا في تجربة بالنعمة ورفات ومحبة البشر هذا لازم قبله المجد والإكرام والعز والسجود ارحمني يا الله تعظيم رحمتك ومن لكثة رفاتك تمحو إثمي تغسلني كثيرا من إثمي ومن خطياتي طهرني فذبيحة لله روح من صحن أقل من كاس متواضع ليحسدها انعم يا رب سلام فارسية تلطم أسوار أورشليم حينئذ نقرب ذبيحتك نقول هللويا شويس ننان شويس ننان شويس ننان تذبحة النوم المبارك نقدمها المسيح ملكنا له ونروح ليغفر لنا خطايانا الكثير وثمير 30 معلمنا داود انه الملك فلتكن بركاته معنا امين. من الاعماق صرخت اليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن اذناك مصغتين لصوت تضرعي ان كنت الاثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لان من عندك المغفره. لأن الرحمة من عند الرب عظيم هو خلاصي. هللويا. يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلى عيناي ولم أسلك في العظائم ولا العجائب التي هي أعلى مني فإن كنت لم أتضع كذلك المجزاة. هللويا. المزمور اللي بعدك. اذكر يا رب داود وكل مزلته كيف اقسم للرب ونذر لله يعقوب ولا اعطي علينا نوما ولا راحه لصدري ها قد سمعنا به في افراز وجدناه في موضع الله ندخل الى المسجد ونسلك في موضع المسجد قم يا رب الى راحه
بصيدها أبارك بركة، هناك عقيرة هللويا. زقصاص يوس 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 يمون قدوس قدوس قدوس. فصل بشار الإنجيل لمعلمنا مارل الإنجيلي، فلتكن بركات معنا أمين. وإذا إنسان كان بأورشليم اسمع سمعان، وهذا الإنسان كان برا تقيم الموقع عن تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم وحي من الروح القدس أنه غير الموت قبل أن يعلم المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل ودخل الطفل يسوع ولا يستعان، وكما يجي في الناموس حمل سمعان على ذراعيه وبارك الله وقال: الآن يا سيد اطلق عبدك وسلام حصل قولك، أنا قد أبصرت خلاص خلال أبد وقدام جميع الشعوب نورا لبلد الأمم ولبلد الشعب كإسرائيل. من يمين تن أوش تن وكوبي خريستوس نم بكيرو تن آغا سوس نم بي ابن ما إثوة اسمك يأتنا لبودك داخل مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، ثلاثنا أعطينا اليوم وأخذنا اليوم الرابع. السلام لك نسألك هذا القديس الممتلئ من العذراء كل حين والدة الإله،
السلام لك أبرار ملك الحقانية، السلام لفخر الإنسان. نسألك أن تذكريني. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك العرضاء القديسة ولد الله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم. ثبات الكنائس غفران الخطايا، نبشر بالثالوث القدوس بالوت واحد. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا. التي فعلناها بمعرفة، التي فعلناها بغير معرفة، خفية وظاهرة. الاسم القدوس الذي دعا يا أبانا الذي في السماوات. تحليل صلاة النوم. يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، ارحمنا يا الله ثم ارحمنا. يا انت في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الارض مسجود له ممجد المسيح ابن الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل الحميد ذي حب الصديقين ورحم الخطاة الذي اولهم انا الذي لا يشاء موت الخاطئ الا يرجع ويحيى. الذي لا يشاء موت الخاطئ الا يرجع ويحيى. يا رب سهل حياتنا، نقي نياتنا واغفر خطايانا.
أحب مليات القديسين وعسكر محمودين ومرشدين تصل إلى اتحاد المال والمعرفة غير المال غير المعسكر. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فرصة للصلاة الخاصة وبعدين ننهي بإن احنا نصلي مع بعض الجزء الثاني. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنشكرك يا ربي على محبتك ورعايتك وعنايتك وابوتك وحضنك المفتوح. انت دعيتنا ابناء ودعيتنا احباء، واحنا يا ربي نفسنا فعلا نكون اولادك على صورتك على مثالك على اسلوبك على طريقتك. احنا لسه بعاد، حاجات كتيره بتشدنا بعيد عنك بالرغم انك انت الراحة وانت ماء الحياة وقاعد تعاتبنا كل يوم وبتقول لنا ليه تبعدوا عني وتحفروا قبارا مشققة لا تمضي الماء. هو ده بقى حالنا، بطلنا نفرح عشان فقدنا مصادر الاطفال وبطلنا نفرح علشان ما بقناش نتكلم معك. رجعنا لحضنك ولو بالقوة، ولو جه الشيطان يشدنا بره او مشاغل العالم تاخدنا منك اسحبنا بقى. دي طريقتك انت بقى بالراحه بالعافيه تشد علينا شويه تحضرنا في حياتنا. يا رب انت عارف بتعمل ايه، انت عارف بتعمل ايه. اي واحد فينا اب قد ايه بيبقى قلبه موجوع لما ابنه يكون بعيد عنه، واحنا بنوجع قلبك كتير. سامحنا بس احنا بنحبك، اغفر لنا. لكن احنا ما نعرفش اله اخر سواك. من اجل خاطر امك الست العذراء تعال يا رب ابتدي معانا المؤتمر ده. انت اللي تكلم وانت اللي تعلم وانت اللي تفهم وانت اللي تفتح الودن، وقبل الودن تفتح القلب عشان كلمتك لما تخش يا ربي تجيب 30 و60 و100 و1000 كمان. عاوزين نكون ولادك، عاوزين نكون فعلا يا رب نستاهل ان يكون اسمنا مسيحيين، مش من الورا ورا بس مدهونين كده ان احنا خدام وشباب سكهنا واحنا بعاد عنك كل البعد. سامحنا عشان احنا غلطانين 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 من ساسنا لراسنا، لكن انت اب حنين وبتحبنا وعشان كده عندنا رجاء انك هتسامحنا وتقوينا وتكبرنا وتفهمنا. من اجل خاطر رب كل القديسين الذين ارضوك في البدء، وبركه يا رب الصلوات اللي رفعها الست العذراء مريم وابونا بطرك والاب يوسف وكل الاباء الحلوين اللي بيحبوك ومخادحهم مليانه دموع ومليانه ركب منحنيه ومليانه صلوات. ارجوك يا رب اقبل مننا امين. هنقول الجزء الثاني بطريقه الربع وربع، يعني انا هبتدي الربع الاولاني وحضراتكم ترد على غياب الربع الثاني. امين. كريال يسوع مون لأنه صالح وخير الليل ويا لأن إلى الأبد رحمته. أشكروا رب الأرباب الليل ويا لأن إلى الأبد رحمته. وحده الليل خلق السماوات بفهم الليل ويا لأن إلى الأبد رحمته. الذي خلق نيرين عظيمين وحده الليل ويا لأن إلى الأبد رحمته. الشمس من الله الليل ويا لأن
كل حكم للألليلويا لأن إلى الأبد رحمته الذي كرم الصين مع وأخرج إسرائيل من وسطهم الليلويا لأن إلى الأبد رحمته الذي شق البحر الأحمر إلى أقسام الليلويا لأن إلى الأبد رحمته وطرح فرعون وكل قواته في البحر الأحمر الليلويا لأن إلى الأبد رحمته والذي أخرج ماء من صخرة صماء الليلويا لأن إلى الأبد رحمته الذي ضرب ملوك العظماء وقتل ملوكا عجيبين الليلويا لأن إلى الأبد رحمته سيحر ملك الأموريين الليلويا لأن إلى الأبد رحمته وعوج ملك باشان الليلويا لأن إلى الأبد رحمته أعطى أرضهم ميراثا الليلويا لأن إلى الأبد رحمته ميراثا لعبد إسرائيل الليلويا لأن إلى الأبد رحمته في طواطا ذكر الرب الليلويا لأن إلى الأبد رحمته وخلصنا من أيدي أعدائنا الليلويا لأن إلى الأبد رحمته الذي يعطي طعاما لكل جسد حي الليلويا لأن إلى الأبد رحمته أحمدوا إله السماء الليلويا لأن إلى الأبد رحمته أحمد رب الأرض لأنه طيب وصالح الليلويا لأن إلى الأبد رحمته واسمعني يا رب واستجب لنا حقا كل الشكر يا أبانا الذي في السماوات يا رب اسمعنا يا رب ارحمنا